فيش اي حد يؤكد اي حاجه غير اللي قاله وزير الطيران، هو اللي مسؤول المسؤوليه كامله عن الحدث ده، وهو اللي بياناته المصدقه، لان هو اللي بيتابع الحاله دي مع اجهزه البحث وكل حاجه. تواصل مع عائله الضحايا؟ طبعا كلهم متواجدين، وفي اوامر من وزير الطيران، ده اللي احنا طبعا سمعناه من زمايلنا بتوع مصر للطيران، ان هو هيكون في اقامه للناس في فندق نوفوتيل اللي هو قريب قدام المطار على طول، وفي استضافه كامله لمتابعه. ناس كتير فاضل اتصال جوه يا فندم؟ في طبعا ناس، لانه خلاص الموضوع بالنسبه لهم كان شبه حقيقه مؤكده ان المفقودين خلاص يعني كلهم ضحايا. حاله الناس جوه يا فندم؟ نعم طبعا زعلانين جدا ومتاثرين جدا. اي واحد في الموقف ده هيكون شعوره ايه حضرتك تتخيل، غير ان هو في منتهى الحزن طبعا.